أكثر. نهار 17 جانفي كانت حفلة ملكة جمال تونس، وتم اختيار خلود الجسمي كممثلة حتى تخوض النهائي باش يصير في مصر إن شاء الله. ملكة جمال العرب خلود الجسمي، أهلا وسهلا، مرحبا. مرحبا بك، مبروك اللقب. ميرسي، بارك فيك، عايشك. شنو هو الإحساس وأنت ممثلة تونس؟ بيان سور حاجة تفرح على الآخر، إحساس ليوسف. إحساس ليوسف. ماشي، ملكة جمال العرب. كنت متوقعة خلود أنك تفوز باللقب؟ شوف، أنا في حياتي كنت نحطه 50-50 بصراحة، معناتها معطرة روحي عندي استفادة، معناتها باش نكون ملكة جمال ما متوقعة كمان، حابة في راسي نجم نكون معناتها على ملكة جمال العرب. إيه بقى خديته إن شاء الله، مبروك عليك. كانوا قدامك 14 فتاة بنية تونسية شاركوا هما بيدهم في المسابقة، هل كانت المنافسة صعيبة ولا ليه خلود حسب رأيك؟ لا منافسة صعيبة على خاطر برك الله، معناتها البنات ما شاء الله عليهم، كان في الثقافة موجودين، كان في الطول موجودين، كان في الزين موجودين، معناتها كمان كومبيتيسيون صعيبة شوية، أما الحمد لله. خلود، أنت مش المشاركة الأولى ليك، هذه المشاركة الثالثة كمان، ما شديت الثانية، شديت الصحيح. مي بيان سور، أون فيت أنا شاركت في 2014، مي كي خسرت أون فيت، قعدت كأوبجيكتيف في حياتي، معناتها لازمني نوصل له. داكور. دونك حاولت، بنيت روحي، عاودت معناتها كديت شخصيتي، كملت قرايتي، عملت بروجي نتاعي، طورت من ذاتي بالكدا بالكدا، وموا كي باش نمشي نكون معناتها مستعده 100%، معناتها عندي ما نقول في روحي، وهذاك السؤال. خلينا نتعرف عليك، يمكن للناس اللي ما تعرفش خلود الجسمي، شنو تعمل في الحياه خلود؟ باهي، اون فيت ميم انا قاريه بيوتكنولوجي ميديكال، اختصاص تحليل جيني، دي ان اي دياغنوستيك، ما لقيتش خدمه. وانا ما كان معايا نتاع نسي، مانيش شكل لي سي بون، ما لقيتش خدمه نقعد في الدار، لازمني نلوج على حاجه اخرى. وبيسك انا مغرومه في ستيليزم، دونك عملت ما بروبر مارك اللي هي كاجي كوتور، وخليت الاتولي نتاعي ومشيت في الحكايه نتاع الكوتور والستيليزم. بيسك انا ما كان قبل، دونك عاونتني هذه الكل في العلاقات، معناتها في الحكايه هذه. وتوا معناتها كرونيكوز موجوده في حنبال مع سمية حبيب، عندي رودريك نتاع فاشن اون طونك خبيره موضه واتيكيت. حاجة بيا برجة مانت بركة الله، بوليفالونت خلود، يعني ما شاء الله عليك. ليه ما شاء الله عليك. يمكن فما أغلب التوينسة بالنسبة ليهم كي يسمعوا ملكة جمال في بالهم لازمها تكون مزيانة وكهو، بالنسبة للبروفيسيونيل وإلى الناس اللي يمكن عندهم دراية أكثر بالعالم هذا، يعرفوا اللي ملكة جمال لازم فما مقاومات أخرى بخلاف الجمال خلود. بتبيع الجمال راهو بريسك 20% راهو من ملكة الجمال، يعني يمشي معاها الكريتير نتاعها، تصرفاتها، اخلاقها، قرايتها، مخها، ثقافتها، لي كونتاكت كيفاش مع العباد، راهو حتى راهو الستاج نتاعنا احنا البنات يكونوا مع بعضنا، هذيك كله سو كونترول، معناتها تلقاها لاسيستون تتعس عليه كيفاش تتصرف، كيفاش تحكي، كيفاش تتعامل مع البنات مغادي، دونك هذوما كل عندهم دخل كبير باش يختاروا ملكة جمال. حاضره روحك للمسابقه ملكة جمال العرب في مصر. خايفين شوية كمان، ريسبونسابيليتي كبيرة، معناتها باش نهز درابو تونس، باش نمشي نمثل تونس في مصر، مانيش حاجة سهلة، ملي كنت محلية باش نطلع حاجة عالمية. ان شاء الله بالتوفيق ليك خلود، احنا نتمنى وعلاش لي تفوز انت باللقب وتكون انت ملكة جمال العرب 2024. نعرفوا زادة اللي ملكة جمال تفوز حاجات، فزت عندك حاجات ربحتهم من المسابقة ولا لا؟ فما دي كادو؟ دي كادو، وي بيان سور، فما دي كادو، عطاهم لنا دي كادو، لي سبونسور اللي كانوا موجودين معناتها في ليفينمون عطاوني دي كادو. شفت الجدل زادة اللي صاير على ملكة جمال تونس؟ فما صارت بوليميك على مواقع التواصل الاجتماعي، صور تم خلينا نقولوا بارتاجيوهم على الفيسبوك، انت بيدك تفاعلت وقلت هبطت تدوينه، قلت مانيش باش نجاوبكم، نجاوبكم بالنجاح، العالم الكل يكتب عليا وانتم قعدوا تنمروا على حاجات فارغه. استفزوك خلود؟ شوف أميمة، بون هذا كل ما يمسنيش برشا، خاطر انا اون فيت خليت اللقب سيء، اما اللي هي حاجات تنظيميه احنا ما عندناش حتى علاقه بها البنات. اوكي، معناتها احنا كلنا تفاجئنا كيك سوا في الحفله ولا من بعد الحفله، ومن بعد ما زادوا تنشروا تصاور، معناتها احنا كنا ما كناش نستناو في حاجه كيف ما هذيك، ما كناش نستناو في برودوي كيف ما هذيك، كيك سوا من ميك اب، كيك سوا من لبسه، كيك سوا من الاضاءه، كيك سوا من برشا حاجات، معناتها كنت مانيش في المستوى سامبلومون صراحه. يعني بالنسبه ليك المشكله تنظيميه بالاساس، ما عندها حتى علاقه بالبنات، يمكن الاضاءه يمكن هي اللي خليت الصور تكون بالكاليتي هذيك. لازمك تعرف شكون يجيب كفوتوغراف باش يصور لك لينيت ويخرج لك، خاطر احنا زاده كمان نمثلوا تونس، اي وحده فينا
دونك لي بوزيسيون لي زاكس ما نعرفش اذا هذا كل يدخل باش تعمل تصويره هي باش تكون مزيانه هي باش تكون خايبه على الاخر كيف ما ديت انت وميمه بيان سور بيان سور دونك هذا الكل مربوط بعض وانت يمكن داخله للمجال هذا عارفه على شنو قادمه تعرف اللي برشا تنبير وبرشا مالوغوزمون معناها هذه حاجه مش صحيحه برشا تنمر يصير على مواقع التواصل الاجتماعي دونك محسنه روحك خلينا نقولوا وي حاجه باهيه وما انا معناتها كلي كيما قلت انت في الدومين معناتها عندي فكره على الحاجات هذوما فهمت اما نصور حتى البنات الاخرين تقلقوا برشا خاطر انا حتى كي باش نحكي باسم الجميع معناتها البنات الكل تقلقوا في الحاجه هذيا فهمت وهذا هو انا كنت حتى باش نسالك على البنات الاخرين انت يمكن خلينا نقولوا عندك القوه الشخصيه انك تتجاوز هذا فما بنات ليه يتاثروا يتقلقوا تاثر بالقدي اصلا فما وحده مريضه من البارح ما نجمتش معناتها تعدى الحكايه بلي كانت فرحانه كمان انها شاركت وكانت كونديدات في ميس ارابورد اسم كبير ومسابقه كبيره لو نحكيو على حاجه عالميه مش نحكيو على حاجه محليه فهمت دونك تو داكو باش تجي تشوف هي دي فوتو هكاك وعبيت كيفاش تحكي وكيفاش تسب وهما ما يعرفوش لا رياليتي شنيا وشنيا فما ولي كونديسيون مي بيان سور حتى المورال نتاعها باش يطيح بيان سور ان شاء الله بالتوفيق ليك خلود القاسم ان شاء الله ناخذوك المره الجايه بالتليفون ولا تجي حتى بحذينا هوني تحضر بحذينا ان شاء الله مرحبا بك نحكي اكثر على ملكه جمال العرب شكرا لك على قبول الدعوه ميرسي بوكو خلود القاسم يعطيك الصحه كنا نحكيو مع ممثله تونس اللي باش تكون حاضره ان شاء الله في النهائي ملكه جمال العرب في شيفري في مصر دونك كما سمعتوا تنمر كبير صار على مواقع التواصل الاجتماعي تقول خلود انه البنات ما عندهم حتى دخل فما اشكاليات وما شكل صاروا أمور تنظيمية بخصوص المصور بخصوص الإضاءة كيف كيف اللبس دونك هذا اللي خلاهم يمكن يخرجوا في صورة مش كيف ما حبوا هما احنا مازلنا مواصلين معكم مشيو نسمعوا موسيقى مقبل هذا كان عنا غنية المريم نوردين الفنانة التونسية فاروق تعمل مزيك انت القائلي مريم على المباشر انا طلبت منه الحقيقة الطلب هذا مريم نوردين اللي تحتفل اليوم بزواجها دونك نقولوا لها ان شاء الله بالرفاه والبنين ان شاء الله مبروك يا مريومة نحبوها برشا مريومة وان شاء الله يا ربي كل بالسعادة والهنا والحاجات الباهية الكل ونباركوا لها ونباركوا للعائلة الكل كيف كيف نوردين الكحلاوي الفنان الكبير ان شاء الله مبروك مريومة ما لقيتش الاغنية فاروق بعد شوية نسمع الاغنية داي هذه الاغنية نحبها برشا وتعرفني مريم معناتها نحبها برشا ان شاء الله مبروك وبالرفاه والبنين المريم نوردين والكل حد يحتفل بزواجه نقولوا له ان شاء الله مبروك ان شاء الله بالهنا والسعد نسمعوا مريم نوردين داي على الديوان فهمه صباح الخير تونس